السلام عليكم، اهلا بكم من جديد مع سلسله ليرن بيسك انجلش جرامر على قناه مستر حمدي بسيون على اليوتيوب. ليسن 27، درس 27. النهارده بناخد بلورال ناونز. بلورال ناونز جمع الاسماء. احنا خدنا قبل كده حاله واحده بس، الحاله الاولانيه اللي هي اضافه اس لنهايه الكلمات العاديه، يعني اي كلمه عاديه في الانجلش تمام ما بتتبعش القواعد اللي تحت دي، هنضيف لها حرف الاس زي تري شجره، تريز، فلاور ورده، فلاورز. اوكي؟ طيب الحاله الثانيه اضافه اي اس. امتى نضيف اي اس؟ لما يكون عندي الاسم منتهي بالنهايات دي، او اس دبل اس اس اتش سي اتش اكس. اول ما تلاقي الاسم في اللغه الانجليزيه منتهي باحدى هذه النهايات، في الحاله دي بتضيف له اي اس. نجيب لك مثال كده على كل نهايه. A tomato. Tomatoes. حذفنا الـ A. Tomato منتهية بالـ O. ضفنا ES. Tomatoes. A bus. Bus منتهي بالـ S. Buses. طبعا في حالة الجمع بنحذف الـ A. A dish. طبق. Dishes منتهي بالـ SH. A watch. ساعة اليد. CH. احذف الـ A. ES. Watches. ساعات. A fox. ثعلب. احذف الـ A منتهي بالـ X. Foxes. A glass. كوب زجاجي منتهي بالـ S. Glasses. كوبايات كتير. طيب الحالة الثالثة في البلورال ناونز، بنضيف VES وبنحذف حرف الـ F والـ FE، الكلمة اللي منتهية بـ F أو FE بنحذفها ونضيفها أو نقلبها VES. زي نايف، سكينة، نايفز. حذفنا الـ FE وقلبناها VES. وايف زوجة، حذفنا الاف اي، وايفز في اي اس. وولف اللي هو الذئب، حذفنا الاف وقلبناها في اي اس، وولفز ذئاب. طب الحالة الرابعة في البلورال ناونز، بنضيف اي اي اس وبنحذف حرف الواي إذا أتى قبله حرف ساكن، لكن لو جاء قبل حرف متحرك عامله زي الحالة الأولانية دي، زي بوي كده بويز. لكن لو واي بقى وقبله حرف ساكن تمام، بنحذف الواي ونقلبها ايه؟ اي اي اس. بيبي، بيبيز، حذفنا الواي قبلها حرف البي بالحروف الساكنه، اي اي اس. ستوري، قصه، واي قبلها حرف الار بالحروف الكونسنانتس الساكنه، ستوريز، اي اي اس. اخر حاله هناك جمع شاذ يحفظ، دول بقى لازم تكون حافظهم كده وتكون متمكن منهم. مان يعني رجل، من رجال، وومن امراه، women نساء، tooth سنة، teeth أسنان، foot قدم، feet أقدام، ox ثور، oxen ثيران، child طفل، children أطفال. يلا ريفيو سريع كده على البلورال ناونز جمع الأسماء. أول حالة بنضيف S، tree trees، flower flowers، box box، car cars. إضافة إي إس لما يكون الاسم منتهي بـ O، إس 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 إتش سي إتش إكس. توميتو، توميتوز، باس، باسز، ديش، ديشز، واتش، واتشز، فوكس، فوكسز، جلاس، جلاسز. الحالة التالتة بنضيف في إي إس وبنحذف الـ F والـ F E في نهاية الكلمة، نايف، نايفز، وايف، وايفز، وولف، وولفز. أربعة إضافة إي إس وحذف حرف الواي لما يكون قبله حرف ساكن، بيبي، بيبيز، ستوري، ستوريز. جمع الشاذ يحفظ كما هو، مان من، وومن ومن، توث تيث، فوت فيت، اوكس اوكسن، تشايلد تشيلدرن. كده نكون وصلنا لنهايه الليسن. ثانكس فور واتشينج، شكرا على المشاهده، جود باي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.